السلام عليكم وشوش، من الأسماء اللي كانت بتبرق كده سبعينات وثمانينات ويمكن احتمال في التسعينات. اسم كبير جدا وشعبي جدا ومكروه جدا ومنتقد جدا ويهاجم جدا، بل لعله واحد من هؤلاء الكتاب اللي اترفع عليه دعوى قضائية وراح للمحاكم لأن كتاباته تخدش الحياء العام، رغم إنها لم تكن تخدش خالص، ولو قريتها دلوقتي تتخدش من إنها ما بتخدش، يعني لا تقارن جنب ما يراه ويسمعه ويشاهده ويعرفه الناس عبر الإنترنت وغيره من وسائل المعرفة. الكاتب ده اسمه خليل حنا تدرس، وخليل حنا تدرس ده كان علامة في جيلنا كده على إنك بتنحرف في القراية. ليه؟ بتقرا خليل حنا تدرس؟ وخد بالك هو كان يطاردك في كل مكان، أي رصيف جرايد كتب لخليل حنا تدرس، رايح أي حتة خليل حنا تدرس. ليه بقى؟ لأنه كان بيكتب وبيترجم، وأحيانا ما تعرفش هو ده ترجمة ولا كتابة ولا تأليف، لكن هو ينشر 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 لدرجة أنه هو بيقول أنه نشر 300 عنوان. أنا شخصيا يعني ما استبعدش، لأنه كان غزير الإنتاج بطريقة رهيبة، لكن الكتب بتاعته طول الوقت مدانة بأنها تمس الآداب. ليه؟ لأن في كتب عن الصحة الجنسية مثلا، أو أنه رسائل العشاق والرسائل الغرام، برضو ايه المشكلة في دي؟ هي يمكن عشان الغلاف بتاعها كان بروح بطبعها عند مطبعة معينة كده صديقه وغالبا بقى شريكه يعني بالسنين والعمر، ناشر لبناني كده كان بيطلع له كتب طول الوقت طول الوقت، الغلاف بتاعها غلاف واحدة يعني تقريبا لابسة مايو، بس احنا مش واخدين بالنا هو مايو ولا مش مايو، يعني النوع ده من الرسومات كمان اللي كان زي افيشات زمان المرسومة، تلاقي مرخير الست في المشهد يعني او في الصوره كبير جاي يقول لك الجميله والفاتنه، يعني منين يعني الرسمه وحشه قوي على فكره. ومع ذلك كان في بقى الغرام والمتابعه بكتبه دي، خصوصا انه كان متخصص في ترجمه البرتو مورافيا. مين البرتو مورافيا؟ حاجه عجيبه جدا في مصر برضو، كاتب ايطالي كان شهير جدا، كان شهير في مصر شهره احسان عبد القدوس، يعني انت ممكن تروح تشتري احسان عبد القدوس له عندك رواية البرتو مورافيا. يعني ليه؟ هو اديب ايطالي شهير في الوقت ده بجرأته باقتحامه عالم الحب والعواطف والمشاعر بكتاباته الرومانسية اللي فيها مسحة كده من الجرأة، اللي كان نوع مختلف من الكتابة ممكن يقراها المجتمع المصري وقتها، وكان في غرام بيه وهوس بيه بألبرتو مورافيا. لكن مين جسر ألبرتو مورافيا بقى؟ مين اللي بيقدمه ويترجمه وترجمات خليل حنا تدرس؟ خليل حنا تدرس بقى وكأنه هو بقى قرين كتب وروايات ألبرتو مورافيا، وطبعا نفس الصورة إياها دي بتاع كتف مرمي كده على الغلاف، ولا أي حاجة جوه ولا أي حاجة، وتلاقي الورق الأصفر والكتابة المخصصة للشباب وللصبية وللمراهقين، واللهفة القراية على عالم يكاد يكون ممنوعا ومحرما ومجرما عليك أن تقرأه. بالمناسبة روايات كتيرة جدا من الروايات الفخيمة المهمة اللي عملت علامات في حياتنا يعني كان فيها تعبيرات ومشاهد وحكايات ومشاعر أقوى مليون مرة من اللي كان بيقدمه خليل حنا تدرس، لكن الطريقة الفجة اللي كان بيتقدم بيها نصوصه كانت هي المسؤولة عن الصورة غير الثمينة لما يقدمه من كتابة. ثم العجلة الشديدة اللي كان بيكتب بيها والرغبة الأشد في أنه يعمل كتب تعمل حالة مبيع، لأنه راجل بيكسب من الحكاية دي رغم أنه بيشتغل أساسا يعني موظف وفي إدارة حكومية وقعد لغاية يعني ما طلع على المعاش وهو في الإدارة الحكومية دي، لكن في المحصلة الإنسان وقواه الخفية، أحلى الأساطير العالمية، أشهر ملكات العالم، نوادر جحا الكبرى، مذكرات جولدا مائير، تخش مع الأمير بتاع ميكافيلي على لوليتا، مذكرات مناحم بيجن، الشيطان على الأرض، خد بالك كلها في سكة الكتب اللي المفروض انها تشدك وتشتريها وتعتبر انه دي وسيلة للتسلية. لكن نشاطه الهائل في الكتابة، دأبه الشديد في الترجمة، هي العلامة المهمة في تاريخ هذا الرجل خليل حنا تدرس،
اللي الحقيقة احنا تعاملنا معاه بأقل مما يستحق رغم مكانته ككاتب مترجم ورغم عطائه ودأبه في الكتابة ورغم هذا اللون من الكتابة اللي المفروض فعلا في جمهور وفي أجيال تقرأ خليل حنة تدرس وبترجمة خليل حنة تدرس وبعد كده يا سيدي هتقرأ لمن هم أعمق ولمن هم أخضر ولمن هم أهم، لكن لازم تعدي على الابتدائية بتاعتك أو الإعدادية ليك قارئ إعدادية خليل حنة تدرس.